الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: نحن في دولة أفريقية والمذهب السائد عندهم هو المذهب المالكي. يقول: المشهور عندهم القنوت في صلاة الفجر. يقول: فهل إذا تقدمنا للصلاة نقنت مثلهم من باب تأليف القلوب أم نترك؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن باب الدعوة مبني على تحصيل المصالح وتكميلها وتقليل المصالح وتعطيل المصالح وتقليلها، والمتقرر في القواعد أنه إذا تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما، والمتقرر في القواعد أنه إذا تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما، والمتقرر عند العلماء أنه إذا تعارضت مصلحة ومفسدة فإننا نرجح ما غلب منهما، فإن كانت المفسدة أربى من المصلحة فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإن كانت المصلحة أربى من المفسدة فجلب المصالح مقدم على دفع المفاسد. والمتقرر عند العلماء أن من السنة ترك السنة لمصلحة التأليف، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على الصفة التي يحبها من هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم وفتح بابين لها، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه، فهذا بناء، فبناء البيت على هذه الصفة السنة، أحبها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يترك فعلها من باب التأليف، في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لفعلت كذا وكذا. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك قتل المنافقين خاشية أن يتكلم الناس إن محمداً فيقولون إن محمدًا يقتل أصحابه. فمن الحكمة السكوت عن بعض العلم أو عدم تطبيقه أحيانًا لمصلحة التأليف، ولذلك نص العلماء على أن الإنسان الذي لا يرى سنية الجهر بالبسملة عند قراءة الفاتحة في الصلاة أنه إن صلى إمامًا بقوم يرون الجهر بها فإن من السنة والأفضل له أن يجهر بها من باب مصلحة التأليف والدعوة إلى الله عز وجل وجمع الكلمة. وإذا صلى الإنسان بقوم يرون عدم ضم اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر في حال القيام في الصلاة فإن من المشروع له في هذه الحالة ألا يفعل هذه السنة، إذ قد يؤدي فعلها إلى مفسدة خالصة أو راجحة. ونص العلماء كابن تيمية وغيره أن الإنسان فيما لو صلى بقوم يرون القنوت، وقد قال بالقنوت أئمة كبار وليس ببدع من القول، وهو أي الإمام الذي تقدم بهم لا يرى أنه قول راجح، فإن من السنة له أن يقنت من باب التأليف ومن باب جمع الكلمة ومن باب عدم إغار الصدور ومن باب إخماد أسباب الفتنة والشقاق والنزاع والخصومة بين أفراد المسلمين. وبناء على هذا التأصيل والتقرير أقول: إذا صليتم أئمة بهؤلاء القوم الذين يرون مشروعية القنوت في الصبح وقنتم فقد أحسنتم، بارك الله فيكم، ولا شيء عليكم في ذلك، والله أعلم.